إذا مشاهدينا تعد التمارين الرياضية بكافة أنواعها من الأمور المهمة والتي يجب على كل فرد ممارستها بشكل منتظم، إذ تعتبر رياضة المشي من أبسط أنواع الرياضة، إلا أنها من أفضل التمارين الرياضية لما لها أكيد من فوائد عديدة. خلونا نتابع هذه الفوائد من خلال هذا التقرير. تتميز المنطقة الشرقية بكثرة جبالها الشاهقة والتي عاش فيها الأجداد بقسوة طبيعتها وجماليتها، بحيث أصبحت هذه الجبال نقطة لممارسة رياضة السير الجبلي، والتي تجعلنا نتأمل الحاضر والماضي وتعرفنا على الجهد والتحمل الذي كان الأجداد يبذلونه في ظروف الحياة والسفر. رياضة السير الجبلي تعتبر رياضة ممتعة وتتطلب لياقة بدنية جيدة، كما أن لها الكثير من الأبعاد التاريخية والتراثية والاجتماعية، وهي رياضة مليئة بالتأمل في البيئة والطبيعة الموجودة وجمالية المكان وظروف الطريق وتحدي الصعود وبعض من المقامرات، لذا فإن التأمل فيها أعمق والمشاعر التي تنتاب الإنسان فيها مشاعر جديدة تتأثر بالمكان وظروفه، مما يجعلها رياضة فريدة وتبقى ذكرياتها زمناً طويلاً، وهي رياضة تجعل الإنسان محباً للطبيعة. كثيراً ما تنظم بعض الجهات مثل هذه الرياضات كفعالية في المنطقة الشرقية لكثرة جبالها وطبيعتها الخلابة، لتكون نهاية هذه الرياضات الوصول إلى معلم فريد في منطقة نائية أو قمة عالية أو إطلالة جميلة لمكان ما أو هواء نقي، وهو ما يجعل للمغامرة طعماً ويضيف حافزاً لإكمال الطريق. العقل السليم في الجسم السليم، ولله الحمد نحن في إمارة الشارقة دائما داعمة للرياضات بمختلف أنواعها، منها رياضة المشي. يعني نشوف في كل حي سكني هنالك في حديقة، هنالك في ممشى مطاطي مواكب للبيئة وللاستدامة، بإمكان أي شخص أنه يستمتع بهذه الرياضة واللي هي رياضة المشي. إذا مشاهدينا معنا اليوم شابة من الشابات الإماراتيات اللواتي التحقن بركب الإرادة والسير قدما لرفع راية الوطن عاليا من خلال ابتكارها بلقاح يعد بارقة أمل جديد لعلاج الكثير من الأمراض. ونرحب بالباحثة فاطمة محمد الملة، أول باحثة إماراتية في مجال بلازمد الحمض الوراثي. الأستاذة فاطمة صبحت الله بالخير وحياك الله ويانا في برنامج صباح الشرقية. صبحكم الله بالنور والسرور حبيبتي، ومشكورين على استضافتكم. يا مرحبا بك، نحن نسعد ونفتخر دائما بتواجد مثل هؤلاء نقدر نقول الاشخاص والشابات والشباب من دوله الامارات، واللي لهم بصمه كبيره وخاصه من ناحيه الكيميائيه والطبيه والصحيه. نتكلم شوي عن لقب اول باحثه اماراتيه في مجال الحمض النووي بلازمت. خلينا نتكلم ماذا يعني لك هذا اللقب. الألقاب مو مهمة بكثر بمعنى الإنجاز نفسه. الإنجاز أن الواحد، نحن دولة الإمارات سباقة في كافة المجالات. طويل العمر شيخ محمد بن راشد يقول نحن دائما نسعى المركز الأول. صحيح. وأنا سعيت أني أنا يعني أدرس وأبحث في مجال يعني مجال جديد على العالم كله، مو بس على الإمارات، مو بس على دول الخليج العربي. والله الحمد من الله التوفيق. نعم، خلينا شوي نتكلم عن هذا الحمض اللي مثل ما ذكرت أنه تعتبرين أول باحثة لهذا الحمض اللي هو بلازميت الحمض النووي أو الحمض الوراثي. نتكلم شوي عن هذا الحمض وفوائده. طبعا اللقاحات بشكل عام هي نوعان، هنالك لقاحات فيروسية وهنالك لقاحات جينية. اللقاحات الفيروسية هي اللقاحات السابقة، هي اللقاحات القديمة اللي سبق أن تم استخدامها لكل أنواع الأمراض السابقة. اللقاحات الجينية هي لقاحات حديثة.
اللقاح اللي أنا قاعدة أطوره في جامعة كلية لندن هو أحد هذه اللقاحات الحديثة، لقاح بلازميد الحمض الوراثي. يتم تطوير هذا النوع من اللقاحات بحيث أن لما يتم استخدام هذا النوع من اللقاحات لا يحتوي على مركبات الفيروس اللي موجودة في اللقاحات الفيروسية، وبالتالي يعتبر أكثر أمناً استخدام على البشر. وكذلك عملية تطويره تعتبر أسهل وأسرع في المختبر، لذلك تكلفة الإنتاج أقل، وهذا شيء مهم طبعاً على مجال الفارماسيوتيكال اندستري أن نقلل من تكلفة العقاقير. نعم، فكرت بإقامة أيضا مختبر خاص باللقاحات أستاذة فاطمة، نتكلم شوي عن هذا المختبر ودعم الأسرة والبيئة والقيادة الرشيدة لهذه الأمور الصحية والطبية. أني أنشأ مختبر قصتك بعد الدراسة في دولة الإمارات. نعم، لأن مثل هذا المجال مجال يعني الحمد لله الكل أزمة لها فوائدها، رب العالمين عنده حكمة من وباء كورونا أنه يسلط الضوء على أهمية الصناعات الطبية. نحن عندنا في دولة الإمارات الصناعات الطبية يعني بشكل عام سوق الأدوية في الدولة يكلف تقريبا 2 مليار دولار سنويا. العقاقير المستوردة تقريبا 95% من هاي التكلفة، 5% فقط هو كلفة الإنتاج الوطني. فمجال الصناعات الطبية يحتاج إلى مزيد من التدقيق والرعاية والاهتمام والاستثمار. أحب أني أنا أكون واحدة من اللي يساهمون في هذا المجال، أن نشجع الاستثمار في هذا المجال، أني يكون عندي مركز أبحاث أنا وجميع الباحثين في جميع مجالات التقنيات الحيوية في الدولة، أن نحن يعني نستقطبهم ونستقطب أيضا كفاءات ومن خارج الدولة، نستقطب أحدث الأدوية أحدث المعدات أحدث التقنيات ونبدأ نشتغل في هذا المجال علشان نكون دائما سباقين يعني في حال أي أزمة ثانية حصلت في المستقبل. طيب والدعم اللي حصلتيه أستاذة فاطمة، شو هو الدعم، سواء كان دعم من الأسرة من البيئة من الدولة من الحكومة؟ خلنا شوي نتكلم عن الدعم التي حصلت عليه فاطمة وخلتها ما شاء الله توصل لما وصلت عليه الآن، يعني حتى أنت الآن أستاذة وباحثة إماراتية في جامعة لندن، نتكلم شوي عن هذا الدعم. أنا لو ما كنت مدعومة كان ما كمل دراستي إلى مرحلة الدكتوراه. أنا والله الحمد يعني البكالوريوس كان على حساب الدولة، الماجستير على حساب الدولة، ماجستير عندي في تقنيات الحيوية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غلاسكو في اسكتلندا، وحاليا دكتوراه في الهندسة البيوكيميائية من أحد أقوى جامعات المملكة المتحدة، يعني جامعة مكلفة وباهظة جدا تكلفة الدراسات العليا فيها. فلله الحمد حكومتنا ما قصرت، شيوخنا ما قصروا، سفارة الدولة في المملكة المتحدة ما قصروا ويانا، كل الدعم كل الاهتمام كل الجهود اللي ياسين يبذلونها علشان يبرزون مواهبنا يبرزون خبراتنا يظهروننا ويشجعوننا على أننا نحن نواصل هاي المسيرة ونكون خير من مثل الدولة في الخارج. وحصلت أستاذة فاطمة على براءة اختراع لهذا اللقاح ولا للآن ما حصلت على هذه البراءة؟ إلى الآن قاعدين البراءة الاختراع هو على المفاعل الحيوي اللي قاعدين نطوره علشان نستخلص اللقاح. الحين اللقاح يجب أن يتم استخلاصه بشروط معينة عشان يوافق معايير منظمة الصحة العالمية. في شيء اسمه اليلد وفي شيء اسمه النقاوة. اليلد اللي هي الكمية اللي يتم فيها إنتاج اللقاح، والبيورتي اللي هي الكمية اللي يتم فيها استخلاص اللقاح بالنقاوة معينة. فالنقاوة لازم تزيد عن 80% عشان يتم يعني الموافقة على استخدام هذا اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية. نحن قدرنا نستخلص اللقاح بنسبة نقاوة تزيد عن 90%. الآن العمل اللي نحن سويناه كان على المستوى المختبري، قاعدين نطور على المستوى الصناعي في مفاعلات حيوية أكبر. صحيح. هذا المفاعل الحيوي على الرغم من إحنا عندنا في المختبر عندنا في المركز الأبحاث اللي قاعدين نشتغل فيه في جامعة UCL عندنا مفاعلات حيوية مختلفة، لكن المفاعل الحيوي اللي أنا أحتاج أشتغل عليه علشان استخلص هذا اللقاح لازم يتم تطويره بمواصفات معينة. علشان شيء نحن قاعدين نسويه بروحنا من سكراتش يعني من الصفر، وهذا الشيء هو اللي إن شاء الله بيكون الأول من نوعه وبيحصل إن شاء الله على براءة اختراع. وكنت بسألك هذا السؤال، يعني لا تقتصر طموحات فاطمة على جانب الأدوية فحسب، بل أنت أيضا داعمة للمجال الاقتصادي والصناعي، نتكلم شوي عن دعمك للمجال الاقتصادي والصناعي لدولة الإمارات من خلال أيضا هذه الأدوية. أنا قبل شوي قلت لك يعني مجال صناعة الدواء بالذات من قبل كل الصناعات الطبية يعتبر يعني هي صناعة مستدامة، هي مرتبطة ارتباط وثيق بحياة البشر،
هي تحتاج إلى استثمارات ضخمة نظرا لتكلفة العقاقير التقنيات المستخدمة فيها. أيضا المجال هذا مجال الصناعات الطبية هو محتكر من قبل شركات عالمية كبرى. الحين هاي الشركات العالمية الكبرى لما أي حد يبغى يدخل هذا المجال يقومون يفرضون شروط صارمة، وهذا غير تكلفة العقاقير وتكلفة الخامات وتكلفة التقنيات المستخدمة، وأيضا بعدين عملية مراقبة الجودة. وكذلك أي شركة تبغى تدخل في هذا المجال لازم يكون عندها مراكز أبحاث علشان تستمر في التطوير والابتكار، يعني ما يستوي أن تتم على منتج واحد، لازم دائما تطوره. فهذا المجال صعب، مجال يحتاج إلى استثمارات ضخمة. لذلك أنا قبل شوي كنت أقول لك أن نحن نحتاج أن نحن نستثمر فيه، نزيد التعاون مع شركات عالمية كبرى، نستقطب كفاءات، نستقطب أحدث المعدات والتقنيات وأحدث أيضا العمالة والكفاءات من الدولة ومن خارج الدولة علشان نبدأ نشتغل في هذا المجال. مثل ما ذكرت أستاذة فاطمة، مجال صعب، أكيد هناك الكثير من الصعوبات والتحديات اللي ممكن تواجه الأستاذة فاطمة. نتكلم شوي عن هذه الصعوبات وكيف للأستاذة فاطمة أنها تتخطى هذه التحديات اللي تلاحظها يعني في طريقها. وبشكل عام دراسة في أي مجال صعبة، يعني لا حد يعني يستصغر مثلا اللي يدرسون مثلا بزنس، في وايد ناس يقولون بزنس أسهل تخصص للدراسة أو مقارنة مثلا بالعلوم. نعم. أو إدارة الأعمال مثلا، لا ما في ولا تخصص صعب، كل التخصصات تحتاج كل التخصصات أي حد راح يدرسها راح يتعب فيها وراح لازم يبذل فيها جهد علشان يبدع فيها، فما في شيء سهل، ما في نجاح راح يجي بدون تعب. إذا أنت قاعدة في نفس المكان فأنت واقفة في المكان الغلط، لازم تتحركين دائما، لازم تتقدمين. أنا دائما أحاول أطور من نفسي، أنا لما بديت أسوي الدكتوراه في هذا المجال، هذا المجال أنا عمري ما درسته، يعني أني أنا أحصل قبول من أقوى جامعة في لندن والثالثة على بريطانيا والسابعة على العالم أني أنا أدرس دكتوراه في هذا المجال وأنا ما عندي باكراوند، ما عندي يعني عندي باكراوند طبعا لأن أنا عندي تقنيات حيوية الباكراوند مالي، لكن أنا ما سويت باتشلر ولا ماجستير في الهندسة، أنا مش مهندسة، فكان صعب وايد أن يتم قبولي وصعب وايد أن أشتغل في هذا المجال. دكتوراه صعبة، دكتوراه بحثية مو دكتوراه ورقية يعني في المختبر، فضغط على نفسي وايد. أول سنة دراسة يعني لا أخفيكم جاسني اكتئاب، جاسني أرق، يعني تعبت يعني وايد، وكنت حتى يكون عندي استشارات مع دكاترة نفسيين أن كيف أقدر أواكب وكيف أقدر أستمر في تطوير نفسي بدون ما أضغط على نفسي، يعني أنا ما أبغي أطلع دكتورة وأطلع أنا تعبانة نفسيا. فكنت أحاول دائما أطور من نفسي. حبك وأصرارك وعزيمتك وشغفك لهذا المجال خلات تبدعين ما شاء الله في هذا المجال. نتكلم عن الجانب الآخر للأستاذة فاطمة، هي أيضا قارئة ومحبة للقراءة في جميع التخصصات، نتكلم شوي عن قراءاتك أستاذة فاطمة. أنا أحب أقرأ في كل العلوم وبالذات علوم تطوير الذات. أنت لو تلاحظين أنا أكثر عن مرة أقول أطور ذاتي. أنا أشوف أن إحنا الإنسان يعني بشكل عام نحن أكثر عمقا مما نرى، يعني في أشياء وايد مأثر علينا نحن ما نفهمها. في أحيانا نسمع صوت وهذا الصوت مثلا يسبب لك توتر وانت ما تدري ليش هذا الصوت بالذات سبب لك توتر، هو شيء مرتبط بذاكرتك في الماضي يمكن لما كنتي صغيرة. فأنا أحاول دائما أستكشف ذاتي، أطور من نفسي أن أتغلب على مخاوفي في الحياة، أي شيء أثر علي في طفولتي في السابق، موقف صار لي أبغي أتجاوزه، أبغي أتجاوز علشان أكون إنسانة أفضل في المستقبل، عشان هالشيء ما يأثر علي بعدين، لا يأثر على أسرتي ولا أولادي. جميل كونك أيضا نقدر نقول إنسانة ملهمة، خلنا شوي نستلهم منك، شو هي الأمور اللي ممكن أنها تؤثر على المرأة وممكن تؤثر أيضا على مستقبلها؟ المرأة الإماراتية تصميم المرأة الإماراتية والمرأة بشكل عام. هي المرأة بشكل عام نحن ولله الحمد يعني في دولة الإمارات ما نتكلم عن مثلا حقوق المرأة، نحن ولله الحمد محصلين حقوقنا وبزيادة. صحيح. يعني حتى الحين الأولاد اللي هم الرجال هم الذين يطالبون بحقوقهم، نحن من كثر ما نحن ولله الحمد يعني أمورنا طيبة، يعني ما في صعوبات علينا من قبل يعني مجتمعيا ممكن في ناس يعني عندهم المرأة إلى الآن يعني يحتكرونها على وظائف معينة ومهام معينة، مثل المرأة حرمة بيت، ما تطلع ما تسافر، في عائلات ما تسمح لبناتهم يكملون دراستهم مثلا يعني، لكن على مستوى الدولة فإن المرأة محصلة حقوقها بالكامل ولله الحمد، ونسعى دائما أن نحن نكون يعني
يعني مثل قدها، يعني نحن دائما نكون متقدمين وفي كافة المجالات نبدع كدكتورة كعالمة كباحثة كميكانيكية كمهندسة، ان هاي المجالات مش محتكرة على الرجال فقط. فنحن دائما لازم نسعى كنساء. حبيبتي تسلمين. نعم، نتكلم شوي عن طموحاتك المستقبلية، طموحات الأستاذة فاطمة، لوين راح توصل؟ السؤال جميل. أنا ما أحس أني أنا أنجزت 1% من أحلامي. أنا ما أحس أني أنا الحين يعني مكتفية بأي إنجاز حققته. دائما أسعى إلى الأفضل، أسعى أني أكون أحسن، أني أنا أكون مثال خير، يعني سفيرة لدولة الإمارات في الخارج، أني أكون قد هاي المسؤولية اللي عطونا إياها شيوخنا، وقد الاهتمام والدعم اللي تلقيناه، أن نحن نبدع في كل المجالات ونرفع راية الوطن إن شاء الله. وبالفعل أنت خير مثال للمرأة الإماراتية. قبل أن ننهي هذه الفقرة، يعني أبغى منك كلمة توجهينها لكل من يتابعنا اليوم عبر قناة الشرقية من كلباء. أنا أوجه كلامي للجميع، مو بس للشابات، للشابات وللشباب، أنهم يواصلون دراستهم. يعني حق البنات بالذات، أن دراستك سندك، ما في شيء أهم عن دراستك، هي دخرك وهي سندك وهي اللي بتدعمك طول حياتك. أهم داعم حقك بتكون شهادتك. واصلوا دراستكم، العلم جميل، العلم جميل، حلو أن الإنسان يتعلم علوم مختلفة ومتنوعة، وأن يكون دائما في تعلم، أن ما يقول حتى اكتفيت بالبكالوريوس، لا، دائما تعلم. إذا مو شهادة، إذا مو على مستوى جامعي، على مستوى يعني ثقافي، أنك تقرأ تتعلم، اقرأوا كتب. أنا في مرة قريت مقولة أن لا تثقون، يعني على مستوى المرأة اللي تبغي تتزوج، لا تثقين بإنسان التلفزيون عنده أكبر من رف كتبه. أبغي أشجع الناس على القراءة، القراءة جدا مهمة، حطوها مسؤولية. يعني أنا كم كتاب قريت في حياتي إلى الآن، كم كتاب عندي في البيت. الإنسان القارئ هو إنسان مثقف، هو إنسان مبدع، وهو إنسان دائما في تطور مستمر. نعم، في الأخير الأستاذة، فأشجعهم على القراءة والتعليم. والله نحن سعيدين جدا بهذه المداخلة الجميلة، سواء كانت بالصوت والصورة، وبالفعل أنت خير مثال للمرأة الإماراتية. كل التوفيق لك الأستاذة فاطمة محمد، أول باحثة إماراتية في مجال بلازمد الحمض الوراثي. يعطيك العافية، ونتمنى لك المزيد من التوفيق، وإن شاء الله نحن نستضيفك المرات الجاية وأنت خلاص يعني المختبر الطبي أو الصحي قائم في دولة الإمارات. شكرا لك. إن شاء الله، مع السلامة. إذن مشاهدينا، ننتقل الآن إلى تقريرنا التالي، نتعرف على إحدى جماليات المنطقة الشرقية وبالتحديد منطقة شيص. خلونا نتابعها وبنرجع لكم. منطقة شيص التابعة لعروس الساحل الشرقي مدينة خور فكان، تحيط بها الجبال الشاهقة التي تمتاز بجماليات خاصة وطبيعة خضراء ساحرة ومناخ معتدل وكثرة عيون المياه العذبة فيها. عرفت منطقة شيص بكرم أهلها وخصوبة أراضيها، إنها تضم بين جبالها المزارع الخضراء بكل الأشجار والمحاصيل الزراعية وانتشار مختلف النباتات الطبيعية في المنطقة. أصبحت منطقة شيص مقصد العديد من السياح من مختلف نواحي الدولة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة، وذلك بفضل جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إذ شهدت المنطقة الواقعة في أقاصي الجبال نقلة حضارية من خلال حزمة من المشاريع التطويرية وأمدادها بالخدمات والمرافق الحديثة والترفيهية، بعيداً عن المنطقة التراثية في شيص، حيث الحصون والقلاع القديمة التي تعد الشواهد الصامدة على تاريخ الحضارة القديمة.
منطقة شيص من المناطق الجميلة الهادئة ذات الهواء النقي، ذات نقدر نقول لكل شخص أنه حاب أنه يسترخي، ما عليه أنه يزور منطقة شيص. هناك العديد من المعالم الطبيعية السياحية في منطقة شيص، وبالتحديد يعني حديقة شيص اللي تعتبر الوجهة السياحية الجميلة لكافة الزوار والسياح. إذا مشاهدينا إلى هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، لقانا إن شاء الله يتجدد بكم يوم غد في حلقة جديدة بموضوعات مختلفة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عاشر الأنصاري وتحيات جميع طاقم العمل، مع السلامة.